باركوا لهم انهم بعد دخلوا البنك بدل بانت الفلوس اللي كيتباهوا بها بنات دخلوها الحمد لله. للبنك، والعقبه ان شاء الله ما يدخلوا البريكس بقوه تماما. ويفرحونا معاهم ويدوروا معانا حتى حنا شويه عاوتاني. وبالنسبه للبارح اللي قلت لنا واش بغيتوا الكات كات ولا، وخرجتك الموضوع ديال الامس، انا خويا بحكم حنايا في الجهه الشرقيه حنا بغينا مقاتلات باش نبقاو نجيبوا الحليب والخبز من الجزائر الجاره. الله يكون معكم اختي، الله يكون معكم. امين امين. تحياتي اختي المغربيه. شكرا اخويا، بارك الله فيك. نعم الله يحفظك اختي، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. رانا عامر، كيفاش رانا عامر؟ انا ما فهمتش دابا. والياس المالكي فينا؟ هو الياس المالكي اللي كتهضروا عليه، الياس المالكي راه داير اللايف ديالو، واش نتوما بعقلكم؟ راه ما كاينش هنا الياس المالكي اللي كتهضروا عليه، ما كاينش، ما كاينش كاع. كاينين اخوان طالبين الجيست، غتصبروا معايا الله يرضي عليكم، ما كاينش الاخوان الياس المالكي. دابا كتظنوا نتوما الياس المالكي مسالي ليا انا، سالي الياس المالكي مع قبو غيجي عندي انا. يعني كي راه مع صحابك في ديك كيكو ولا سميتها، وفي اليوتيوب وفي دوك ديال الستريمين، فينا هو؟ طلعوا راه ما بانش ليا الخوت. كي غندير ندير معاه جوله؟ ما عرفتش. يصيفط تقول له صيفط جوله، ولكن انا كونديسيون قولوا له الله يخليكم تخسر الهضره لا بلاش، حيت هو ملي كيسخن له الفرفاره كيخسر الهضره، كيخسر الهضره. كيعجبني ولكن ماشي ديال، ماشي ديال تخسر، والله تيخسر الهضره. اذا كان هو قولوا له ما يخسرش الهضره. لا دونك رجعوا الاخوان، نبقاو في الموضوع ديالنا بطبيعه الحال. الو، شنو ربحات او لا شنو غادا تربح الجزائر من هذا الدخول لبنك البريكس؟ علاش ترفضات؟ شكرا مون. علاش ترفضات الجزائر من دخول البريكس ولكن قبلوها في البنكة ديال البريكس؟ وسويفا ومبروك على الاخوان الجزائر، راه غيوليو لاباس عليهم دابا الاخوان، مبروك عليهم، الله يكون معاهم. السلام عليكم. كبسوا كبسوا خوتي، كبسوا. جمجمو هي كبيسو باللغة العربية. السلام عليكم. منال، منال عندها مشكل ديال الكونيكسيون. وسويفا فري اختي، شكرا الله يحفظك. السلام عليكم سيمو. السلام عليكم. مرحبا سيدي، مرحبا. كي داير؟ بخير هاني. لاباس اخويا لاباس، كي داير؟ الحمد لله الله يحفظك اخويا. منين؟ انا من كازا. مرحبا اخويا. وكي كنجي لاوروبا انا بغيت نعرف انا بدا كاين الجزائريين كيتلاقاو معاهم هنا في اوروبا. الله يعمرها دار، عمر شي واحد ما قايناش كلمه العيب. الحمد لله، خوتنا اخويا، خوتنا. هذاك الشيء اللي كاين، اللي كاين. وهذوك الناس الله يهديهم، هذا الشيء اللي نقوله. امين يا حبيبي. انت من لالي؟ صافي هذا الشيء. لا اخويا كازاوي. كازاوي؟ لا كازاوي. الله يحفظك اخي، الله يحفظك اخويا. هذا الشيء اللي كاين خوك، شايف كنديروا اوروبا كنتلاقاو مع ناس جزائريين، عمر شي واحد ما قايناش كلمه العيب. خوتنا خوتنا اخي، خوتنا. والجزائريين راه خوتنا اخي، خوتنا. هذا الشيء اللي كاين اخويا، هذا الشيء اللي كاين. شكرا لك. مرحبا اخويا، مرحبا بك، مرحبا بك اخويا، مرحبا بك، مرحبا، مرحبا، مرحبا بك. دونك البريكس الخوت، البريكس كبس وبارطاجي و السلام عليكم خويا رضوى. سما سما داير لاباس عليك؟ الله يحفظك اختي سما. بخير صحة الحمد لله. الله يبارك فيك، الله يحفظك اختي. البارح ما عندي زهر، حتى طلعت وما عرفتش ندير ميوت ومشى ليا كلشي. ولكن عرفتي البارح رضوان رانا كنت مستعده اتم الاستعداد، لدرجه جبت التليفون اخر ودخلت نشوف لكسوس ار اكس، نشوف شحال الثمن ديالها. عرفتي راه تحمست شي تحمس البارح، بديت نحلم. سمعتي الكات كات البارح؟ سمعتي الكات كات؟
عرفتي والله الا عيطت لخويا قلت له طلع دخل دخل اللايف ديال رضوان راه كيفرقوا الطوموبيلات. البحث بدون فخامه الرئيس قال لهم اللي بغى كات كات ولا جوج اليوم جاوباتو بنك البريكس عرفوا عنده الفلوس قالوا له راه داكشي انا داكشي اش كنطالع نقول لك راه شافوا الفلوس محركه وقالوا الجمال دابا قالوا واقيلا حتى الجمال دابا الكات كات نقولوا ماشي مشكل الجمال قالوا غادي يشارك في مزاين الابل اللي كاين في السعوديه وفي الامارات وهذا داكشي راه ساوي الملايين قالوا هاد الناس عرفتي راه ما كاين غير الفلوس 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 مسكين دابا تقي دابا شرا شي شويه ديال الاسهم وداكشي وداروا معاه ماشي بزاف ما شراش بزاف شرا مليار ونص ماشي شي حاجه مليار ونص ديال الدولار هادي مليار ونص فوق الطبله كي والو هادي كاش هادي فوق الطبله ولا كي والو كي والو قالتي الا كاينه شي حاجه اخرى مسكين الله كتعرف سخي سخي دابا في نظرك في نظرك علاش رفضوهم اسامة علاش رفضوهم من البريكس وقبلوهم في البنك التجمع الاقتصادي حيت هما عندهم النيف قوة ضريبة واقوى دولة في المنطقة والثالثة في العالم خافوا من المنافسة خافوا من المنافسة علاش قبلوهم في البنك علاش قبلوهم في البنك بفلوسي بفلوسي يمشي غير ان شاء الله رضوان الله يجازيك بخير ما عرفتش واش هضرتي على الفيديو ديال اللي تلاقى بن بطوش ديال غرفه النوم اللقاء المغلق الناس هذا موضوع غدا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بربي تحيدت التصويره تحيدت تبارك الله عليك ايوا شكرا اخويا رضوان ليله سعيده شكرا بزاف الله يحفظك الله يحفظك شكرا سلمي على الوالده سلمي على الوالده اختي دونك قلت اخواني الكرام ماذا ستربح الجزائر من دخولها لبنك البريكس وقبولها في بنك البريكس وعلاش ترفضات من البريكس وتقبلات في البنك ديال البريكس ونقول لهم مبروك بطبيعه الحال مبروك للاخوان في الجزائر السلام عليكم سي جمال جمال وعليكم السلام مرحبا بك سيدي مرحبا بك خويا مرحبا بك الجنه ترحب مبروك اخويا مبروك مبروك يبارك فيك الله يحفظك خويا تفضل على بالك حاجه لا ما على باليش ستكون على بالي واجي مرحبا بك السلام عليكم السلام عليكم حسن وعليكم السلام مرحبا سي حسن كيداير السي رضوان لاباس اخويا مرحبا بك خويا ودي بغيت غير تشرح لي واش الفرق كاين بين هذا البنك الاقتصاد وبريكس شرح للناس شنو هو الفرق يعني وشنو كاين وما فهمتش تهلا البريكس تجمعوا الدول الواعره قالوا غنديروا واحد نبقاو نجمعوا بلادنا نديروا واحد التكتل ديالنا غنديروا اجتماعات ونتجمعوا فهمتي حنا راه قوه اجتماعات غنديروا غير اجتماعات هذا كيقبلوا فيه الدول اللي عندها الوزن الهيبه والمواقف والمكانه واقوى الاقتصادات في العالم قبلوا السعوديه قبلوا مصر قبلوا يعني الدول القويه ومن بينها أو من بينها اقوى اقتصاد تقريبا نقولوا حنا في افريقيا اللي هو جنوب افريقيا بون اللي ما عندهمش بطبيعه الحال الهيبه والوزن والمكانه والمواقف كيديروا لا دوموند وكيترفضوا فاهمين الى حدود الساعه بنك البريكس واحد البنك ديال التنميه بحال عندك حانوت كنشريو فيه الاسهم اي واحد بغى يجي يشري غنشري بحال دابا انت بغيتي مثلا تشري دي زاكسيون مثلا في اتصالات المغرب اولا تشري دي زاكسيون في مثلا في بنك مثلا تجاري وفا بنك مثلا او لا يعني سي دي زاكسيون اللي كيكونوا في لابورس كتشريهم كتولي انت بحال قلتي عندك راس المال في ديك البنك حلو لا علاقه مع البريكس لا ما عندك حتى شي علاقه لا ما عندك حتى شي علاقه هذا بين خمس وبغيت غير نقول لك راه فرنسكا راه ميزاو على المغاربه بغاو يشدوها اليوم اخر يوم اش بغاو المغاربيه ديك القناه المعارضه نتاع الجزائر ديال الانجليز غادي تسد اللي كاين في الانجليز هو اليوم يشدوها خلصوا مول الساتيليت خلصوا مول الساتيليت قالوا حيد علينا هذا راه كيصد على بزاف
خلصوه صافي الله يسهل عليهم اخويا. وواحد بين قوسين انا عندي صحابي جزائريين مي كيسخروا لي الفرفره كيقول لهم هذا العيد لكم على رضوان فرحوني هادي هو اللي كيفهم لكم. تحياتي اخويا الله يحفظك شكرا بطلعت بارك الله فيك الله يحفظك. شكرا حبيبي تحياتي اخويا شكرا خياسين شكرا شكرا الله يحفظك حبيبي الله يحفظك. دونك قلنا اخواني الكرام بنك البريكس علاش الجزائر رفضت من دخولها البريكس ولكنها قبلت في بنك البريكس. كبسوا اخوتي كبسوا ومبروك للاخوان الشعب الجزائري الشقيق مبروك لهم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا اخويا مزاري الله يبارك فيك خويا الله يحفظك. واش خويا لاباس اخويا الله يحفظك حبيبي. ممكن نطرح عليك سؤال بكل احترام؟ جاوبني وطلحت طرحت جوج ما عنديش المشكل. واش نجاوبك؟ اش غتربحوا؟ واش نربحوا؟ احنا نربحوا ارضنا وشعبنا وديننا والشرف تاعنا وتحيا الشهداء. سي بيان سور تحيا الشهداء ويسقطوا اقلام ملونه. هادشي اللي كاين تري بيان تبارك الله عليك حبيبي شكرا جزيلا لك اخاي تحياتي وسويفون تبارك الله عليك. صافي هو هذا هو الربح. هبط تكبس اخويا صافي راه ربح هو هذا الربح ديال المواطن الجزائري. السلام عليكم شكرا ايمان شكرا اختي فلوكي. السلام عليكم. وعليكم السلام سي فلوكي مرحبا. واش راك لاباس؟ الله يحفظك خويا فلوكي دز. اش كد كيفاش فلوكي دز؟ ما فهمتهاش؟ ما فهمتش فلوكي دز شنو هادي عاوتاني؟ راك منيتك انت بوردو تفهم كل شيء زعما على الجزائريين. او اسمح لي انا مكتوب انا ما فهمتهاش سيريوزمون اخويا ما فهمتش فلوكي دز شنو هي؟ اما ما نفهمكش. لا واسمح لي وسميتك فلوكي. وي داكور اوكي مرحبا خويا فلوكي. مرحبا بك حبيبي. مرحبا سيدي تفضل خويا. واش نتفضل عندك سؤال قلت لي؟ اش غتربحوا؟ رانا نخدموا راك عارف والخدمه ربح وخساره رانا نخدموا. تبقى معاك اوكي. عندكم ماستر كارد؟ واش عندنا؟ ماستر كارد. ما عرفاش. داكور اوكي تري بيان. شحال تعجبني كي تقول تعسل كي حبات المغروط هكا زعما طايح خشين زعما تعرف كل شيء. لا لا تعجبني نموت عليك على بالك تقول تعسل هكا زعما طايح خشين على بالك انت من النهار اللي غادي تموت. انتم مغاربه ما عندكم شهاده. لا لا عندكم انتم غادي تموت انت هو الشهيد فيهم. انت كنت تعطينا العصير راك فاهم يكتبوا في القبر تاعك كنت تعطينا العصير. اي شحال تعجبني تقعد تعسل كيما هاك وطايح خشين زعما تعرف كل شيء. والله انت هو الشهيد بالنسبه للمغاربه. اي نموت عليك يا جدك يا البركه. الله يحفظك اخي فلوكي الله يحفظك. فين تسكن فلوكي فين؟ انا نسكن في فرنسا بصح جزائري من الديمقراطيه الشعبيه. تحيه اش من بلاصه في فرنسا اخي فلوكي؟ راني في حدود فرنسا في الحدود تاع الالمان فوق. انت من الجهه جاي في ستراسبور ولا؟ اكزاكتومون صح فوالا. تحياتي اخي واقيلا عندكم الدنيا الثلج عندكم واقيلا. واه في المشتى واه في المشتى الثلج. الله يحفظك اخي في ميلوز انت غتكون؟ نو ماشي في ميلوز ستراسبور. ستراسبور اوكي اخويا الله يسهل عليك اخي الله يحفظك. تبغيني شي راك تبغيني باين سقسيك بيان سور اخي. قولوا له غادي تزيد تعاود تطلعني معاك؟ والله اخويا لا نطلعك وق اي وقيته جيتي باش تطلع مع خوتي. انا فلوكي دز كيما قلت انت. والله اخي الا جيتي شوف جيتي مرحبا بك بحالك بحال الاخوان. تحرك فرحان كي دخلنا رانا نخدموا كيما قلنا راك فرحان؟ لا سيريوزمون سيريوزمون فرحان لكم. لا ما تبداش تبهلل عليا كيما نضاري وتعسل. لا انا نقول لك فلوكي انا نقول لك صراحه انا فرحان لكم انكم دخلتوا للبنك سي نورمال غادي نفرح لكم. علاش ما في اطون ما في انا علاش ما نفرحلكش؟
نو بصح انت ما تبغيناش تاجيك شغل جيت لا لا دابا شوف دابا هذه نيتكم انتوما انا كنعترف لكم بها شحال كيتشوفوا فينا من واحد هنايا بلا تيشوفوا هادشي مزيان 2200 انا كنقول لكم في المباشر انا كنبغي الجزائري وكنبغي الجزائريه حيت خوتي دابا كاين هاد الاعتراف اكثر منه اللسان ما فيهش عظم انا فاني انا ثاني نبغي الهند ونبغي الباكستان كيما هذا كيما نبغي نقول اللسان ما فيهش عظم بصح في قلبك انت ما تبغيناش انت دابا دابا انت ربي غتدخل لقلبي وتعرف شنو فيه نو 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 استغفر الله دابا دابا انا كنعترف لك شكل اما لا دخلتي لقلبي غتدخل في الشرك صاحب بين سقسيك حبيبي سقسيني حبيبي سقسيني هاد اللايف تاعك راه واصل 200 الف بنادم ايه هاد اللايفات تاعك حنا واش غادي يستفادوا هادو 200 الف بنادم وانا مع خوتي كنتذكر نو 200 الف بنادم هادو واش غادي يستفادوا من اللايفات تاعك وانا نقول لك نجاوبك انا نجاوبك انا قولي يا خويا الوحيد اللي عنده الفايده في هذا اللايف هو انت انا وا راك تدخل دراهم من اللايف تاعك وا الدراهم ماشي الدراهم الاورو سيتو هذا هو المستفيد الوحيد في هذا اللايف تاعك ولكن الشعب قول لي بصحتك قول لي بصحتك بصحتك حبيبي ولكن الدراهم هادو حرام عاجبينك هاد الدراهم هادو دايرين هاك الحمد لله انا شريت علاش ما تموتيفيش علاش ما تموتيفيش ولاد بلادك باش يخدموا يطلعوا ولاد يطلعوا الاقتصاد كسالى ولاد بلادي كسالى صاحبي شفاره يجريسيو في المتروات ويجريسيو في التراموي ويجريسيو في الزناقي اش غندير ليهم ما بغاوش يخدموا قالها لي واحد جدرمي مغربي قالها لي نفس الهضره كيما هكا انا نقولها لك انا ناكدها لك فهمني قال لي نتوما شفاره خوانه قال لي عليا قال لي انا نقول لك شي انا نجيك من الاخر غتدخل المتروات غتدخل التراموي تي جي فيات فين ما مشيتي غتلقى غير المغاربه يا كي كيديروا اسمعني احنا باش ما نكذبوش على روحنا عندنا واحد النسبه هكا يسرقوا كيما راك تهضر لا 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 اعطيني حق اسمح لي لا اسمح لي هذه ما نقبلهاش الجزائر ما فيهاش هادشي انا نقول لك ما تقاش تعسل راك تشوف راك تشوف كي دي تعسل الله يرحم لك الوالدين انا ما نقبلهاش تقول هاد الهضره ما تقولهاش الله يرضي عليك ما تبداش تعسل وانا نفيق بيك انا نعرف طيق وجهك الله يسهل عليك فلوكي فلوكي تبارك الله على حبيبي تحياتي نتمنى تزيد تطلعني حبيبي يا سلام تهلا فرحان مرحبا بخويا في اي وقت مرحبا بخويا فلوكي في اي وقت اخي مرحبا دونك دائما اخواني الكرام مع شكرا لاخويا ياسين شكرا سي عمر مرحبا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام سي الهواري مرحبا ايوا خويا هواري خويا سي الهواري من طيور الجنة خوت كبسوا ولا تحبسوا السلام عليكم السلام عليكم بيني وبينكم واش دابا ما تبغيونيش نبغي خوتي في الجزائر والله لك هادو راه هادو ماشي تيدخلوا للخاطر تيدخلوا للقلب ايمان شكرا اختي السلام عليكم
السلام عليكم. مسكين. ميمي. هشام خويا مرحبا. رضوان السلام عليكم. السلام عليكم اخويا مرحبا بك خويا. كي راك لاباس؟ لاباس حبيبي الله يحفظك خويا مرحبا بك. مبروك اخويا مبروك عليكم البريكس. الحمد لله. اي صحتك على ما تنساش بالمغرب تاعك راه مرحاض كبير تاع القلبيين. واش غنقول لك انت في حقيقه ماشي خصك البريكس. دابا بغيني وبالله عليكم دابا هذا كنت تقبل في المجموعه ديال البريكس غيتلاقى مع الشناوه ويتلاقى مع البرازيل ويتلاقى مع هذا خصو العديكس ماشي البريكس. دابا هذا غيتلاقى مع الشناوه في نفس المجموعه الاقتصاديه وغيتناقى مع روسيا ويتناقى مع الهند الناس اللي كتصنع داكشي بريكس خليك في العديكس. ولكن مبروك على الاخوان دخولهم لبنك البريكس للبنكه اليوم. قرب لي معايا بلاد شكرا شكرا ميمون شكرا ياسين خويا مرحبا. السلام عليكم. سي رضوان كي راك داير؟ الله يحفظك السي صبر مرحبا خويا. صبر صبر خويا مرحبا الله يبارك فيك خويا مرحبا. واش فيها اليوم اسيدي واش رايحين عشاء؟ واه بغينا نقولوا لكم مبروك حبيبي. فاش مبروك هذا؟ انت واش من الصباح وحنا نهضروا مازال ما فهمتيش؟ ما سمعت والو قاعد داخل في قدام مشروع انت يا مانيش فاهمك. مازال ما فهمتيش واخا نعاود نكرر نعاود الشرح من الاول. اشرح انت من الاول واش مش هو المبروك علينا؟ انتوما خويا دخلتوا للبريكس اليوم عرس اليوم عرس برافو اليوم عرس ها انت دابا جاوبتي راسك. انتوما اليوم في شراك معك معروض الاربعاء ان شاء الله. الله يحفظك يا حبيبي الله يبارك فيك اخويا. الاربعاء العشاء الله يحفظك اخويا. وباش غتعشى انتوما ما كتعشاوش في الجزائر يا حفيظ؟ انا ما تعشاوش. وهنا قالوا لي ما كتعشاوش. اسم متغداو برك ولا كيفاه؟ انا قالوا لي كتفطروا وتغداو هادشي بصح سيريوزمون هادشي اللي في خباري. هو انا يتعشى واش غتعشينا الزفيطي؟ الزفيطي انا ما ناكلوش. ما كتاكلوش الزفيطي؟ شكون اللي كيصاوب عندكم في الدار الزفيطي؟ في دارنا حنا ما كانش ما نديروش زويطي قليل وين ما اوكي عنده الله يسوز زويطي. الله يحفظك يا حبيبي. نديرو كسكسي حنا المروكي. ديرو كسكسي كسكسي المروكي نهار السبت؟ لا الاربعاء الاربعاء والعرس والعرس الخميس دخول بالخميس. ما بصحتكم اخويا الله يحفظك. راه بصحه الاخوان تحياتي شكرا. الجزائر الخوت الناس اللي ما كيعرفوش راه ما كيجلسوش السبت والحد بحال عباد الله كيجلسوا الخميس والجمعه غير باش تكون الاخوان في المغرب في اخبارهم. الجزائر تيجلسوا بالخميس والجمعه ما تيجلسوش الاربعاء السبت والحد وما كيديروا سامدي سوار نهار الخميس. ما عرفتش بدلوها ولا لا كانت شحال هذه عندهم الخميس والجمعه وقيله واش بدلوها دابا ولا الجمعه والسبت او لا كانت خميس والجمعة كنظن وقيلا ولا الجمعة والسبت الجمعة والسبت عندهم هما صامدي سوار نهار الجمعة. خوتنا الجمعة والسبت ياك الجمعة والسبت مازالين الجمعة والسبت بصح كيجلسوا الجمعة والسبت. كيبداو الخدمة نهار الحد. دابا بداية الأسبوع كتبدا في الجزائر لو ديمانش. ديمانش لندي مغدي ميركودي جودي فوندغ حدا جودي.
بدايه الاسبوع في الجزائر الشقيقه كتبدا نهار الاحد. سيريوزمون الخط راه ماشي تفليه، كنهضر معكم من نيجي. الاسبوع في الجزائر كيبدا نهار الاحد، الاحد كانوا شحال هادي كنعقل عليهم شحال هادي كانوا كيجلسوا الخميس والجمعه. دابا ما متاكدش واش كيجلسوا الجمعه والخميس والجمعه ولا الجمعه والسبت. جودي اي فوندرودي مازالين، دونك جودي اي فوندرودي تري بيان بحال ايران. خميس والجمعه ايفيكتيفمون مازالين. السلام عليكم خويا. سلام امينه، مرحبا. كي دايره رضوان؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير. الله يحفظك اختي، مرحبا. الله يبارك. بغيت نقول لك واحد المقوله كنقولوها المغاربه، غنقولها وغنهبط في حالي. الجواب ديالي هي فلوس اللبن كيديهم زعطوط، عرفتيها؟ هذا هو زعطوط. ما عمري عرفت شكون هو انايا زعطوط. ما عرفتش حنا كيقولوها فلوس اللبن كيديهم زعطوط، يعني في الشنك. السلام عليكم. تحياتي اختي. يلا بي. شكرا اختي امينه، الله يحفظك الله يحفظك. في اخباركم راه الجزائري كاع ما في اخباره بانه ولا دخل اليوم البنك ديال البريكس. تخيلوا الدوله الجزائريه، المواطن الجزائري اليوم عضو في البريكس وما على بالوش. حماقه صاحبي. السلام عليكم. السلام عليكم خويا. مرحبا بك سيدي، مرحبا. واش راك لاباس؟ الله يبارك فيك اخويا، مرحبا. صحتك مليحه؟ الحمد لله، الحامدين الشاكرين. الحمد لله. نورمالمون تهضر ما تهضرش على البنك الدخول الجزائري البريكس. نورمالمون تهضر على المشاكل تاع الحوز، الناس اللي راهي في الخيم. نورمالمون تهضر على الحوز؟ على الفوق. فين الحوز؟ فين الحوز؟ وين ما ضربت الزلزلة عندكم؟ فين هادشي؟ ما ضربت الزلزلة عندكم العام اللي فات؟ وفين جاي الحوز؟ فين جاي الحوز؟ جاي في بلادك. وين جاي؟ من بلاصة. وين جاي؟ مشي 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 كاع البنيان طاحوا، والملك تاعكم فيطوا ليه يبني لهم سكان يعطاهم خيم؟ هو بصحتهم مالهم، تدرك الحال؟ لا لا، بني لهم سكنة، بني لهم سكنة. كيف تعطيهم كيف تعطيهم خيم؟ هادو دي بيرجي، هادو بني آدم هادو. وعلاش أنت عندك الدار بعدا؟ عندك الدار؟ عندي الدار، عندي الدار. ورينا الدار، يلا ورينا الدار نشوفها. عندي الدار انا، على نوري لك، على نوري لك انا عندي الدار. شحال عندك؟ شحال عندك؟ اف 4 اف 5. عندي اف 3، عندي اف 3 ما نكذبش عليك. دابا حشومه في بلاد الغاز والبترول يكون عندك جوج بيوت وصالون، ماشي حشومه. لا لا الحمد لله، اف 3 جوج بيوت، جوج بيوت، جوج بيوت راه بزاف عليك. اف 3 جوج بيوت. انت لو مالور، انت لو مالور. انت اسمح لي اسمح لي اسمح لي، انا كيسحبني كنهضر معاك، انت داخل البريكس ساكن صر، انت ساكن بجوج بيوت وصالون وطالع فرحان وداخل البريكس. حشومه كاع صاحبي، تطلع تقول حشومه حشومه. انت دخلتي البريكس ويلا ساكن بجوج بيوت وصالون. اف 3 الخوت، اف 3 هي جوج بيوت وصالون، اف 4 هي ثلاثه البيوت وصالون، اف 1 هي بيت نص نص، اف 2 بيت وشويه. حشومه صاحبي. اصحابني غيقول لي رانا ساكن في شي قصر. ماشي طراشي، وغالبا غيكون هكا ريادة ماشي جال ديالو. السلام عليكم جزائري خويا، مرحبا بك. كومو ساليبو؟ صافا. الله يبارك فيك خويا، مرحبا بك خويا. الله يسلمك. مبروك اخويا. الله يسلمك. العقوبة للسلف، العقوبة للسلف اللي يجوا يتلفوا من عندنا. نا خويا حنا. شوف رضوان احبيبي، ماكش تشوف، ماكش تلاحظ انت نورمالمون تفوت عليك يا رضوان، انت اعلامي وتيك توكر باين والله يبارك والعلا والسماء. انا ماشي اعلامي، انا تيك توكر. معليش تيك توكر العلا والسماء، بصح نورمالمون تكون قاري رضوان. ما على بالكش باللي الجزائر مسلفه الدراهم لصندوق النقد الدولي؟ ما على بالكش باللي مسلفين الدراهم داخلين بينيفيسير في لابونك تاع الاتحاد الافريقي اللي انت راك تتلف عليها الدراهم؟ وجيت حتى النقد الدولي، جيت حتى النقد الدولي
غادي نزيدو فين نبينيفيسيو فيهم نزيدو نتلفو له الدراهم. غدوة نبداو نتاخدو القرارات في الناس اللي تلف علينا الدراهم. تماما. ندخلو في السياسة تاعها. نبداو نتحكمو فيها. باش يكون في علمك مليح. وكان الدراهم الحمد لله. كان الدراهم غدوة تبدا عندنا السيادة على كاع الناس. كثرتها دوارينا نبغوا نتسيدوا عليهم. ولكن واحد السؤال اخويا الجزائري، دابا نتوما تبارك الله كتسلفوا العالم كامل ومسلفين الاف ام اي ومسلفين لا بنك مونديال والاتحاد الافريقي والاتحاد بلوتو البنك الافريقي والبنك العربي وبنك البريكس، ولكن كتسلفوهم بالدرهم ولا بالدينار؟ سلفوهم بالدولار. وعلاش انت كتقول لي بالدولار؟ علاش كتقول لي الدراهم نسلفوهم؟ مين تتلفهم؟ انت تتلف بالدولار ولا بالدرهم؟ انا بالدرهم اخويا كنتسلف. يكذبوا عليك، روح عاود قرح حساباتك. روح عاود قرح حساباتك. انت باش كتعامل؟ انا في الجزائر فريا. الجزائر النقود المحليه تاعنا الدينار. ومن الصباح انت تقول لي نسلفوهم الدراهم، على بالك حنا نعطيوهم الدراهم؟ لا 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 احنا كنت خدوه انت احنا رانا دابا غير باش نتفاهموا، انا حاطين مليار دولار باش نتفاهموا، حاطين مليار دولار في انا عرفتك مليار ونص الاتحاد الافريقي. انت تلفت على الاتحاد الافريقي غدوه نتحكموا فيه. انا متفق معك ومتفق معك. غدوه حتى نسنيو لك احنا باش نعطوك الدراهم. متفق معك. وانت اش كتخلص في البنك؟ اش كتعطيهم؟ نعطيهم الدولار. يعني ما كتسلفهمش العلمة العالمية. وعلاش ما كتسلفهمش؟ انت كي تتلف انت شي يعطوك الدرهم؟ كي تتلف انا تنتعامل بالدراهم اخويا في المغرب. لا كي تتلف على البنك النقد الدولي شي يعطوك الدرهم؟ لا ما يعطوكش، يعطوك الريال حقه. انت باش كتعامل؟ رضوان الله يهديك خويا. باش كتعامل؟ قول لي باش كتعامل جزائري. رضوان قول لي، قول والله ما راسك درك من الجزائر. قول والله ما راسك درك من الجزائر. لا درني راسي اخويا دابا. قول لي درك راسك. اسمع قول لي باش كتعامل جزائري. تشرب باريستامول وديليبران، وان شاء الله بربي نوصلوك للحشيشه تبدا تحشش. باريستامول؟ شنو هاد باريستامول؟ وتبدا تحشش معنا حنا، ترجع تكمل الحشيشه باذن الله. رجعوك الدوخ بلاتي يا الخوت المغاربه. غنقول لكم حاجه اخرى، الحشيش في الجزائر هو الغازون باش نتفاهموا. نقول للمغاربه راه ما على بالهمش، الحشيش في الجزائر هو الغازون. كاينه ولا ما كايناش؟ واه كيف ندير سيدي؟ رضوان الله يحفظك. رضوان طالع عليك الحال خويا، ولا لا طالع عليك الحال؟ طالع عليك الحال. والجزائر، راه يزيد قدام وانت قاعد في بلاصتك. قول لي الحاج، قول لي اشرب قهوه. رضوان اشرب قهوه بصحتك. لا يا عامر، اش هذا عامر قهوه؟ قول لي انا فاني نقول لك. قلت لك بصحتك. قول لي، الحاج والله لا تعجبني رضوان، نقسم لك. الله يحفظك الله يحفظك. والله انا شوف، انا والله ما انا انسان، شوف باش يكون في علمك، انا انسان المغربي البسيطة، ماشي لي تيك توكر، المغربي البسيط نتلاقى معاه نعنقو خويا. تانا خوك؟ انت ماكش خويا. علاش؟ سي مون شوا، هذا اختياري انا. لا انا اخوك. انت لست من عامة الشعب. انا اخوك. انت لست من عامة الشعب. أنا من عامة الشعب وأنا أخوك الجزائري. غلطك بليس. أنت يا لا تنهاك نعنقك نطرطق لك العظام. لا 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 أتركك أن تعانقني. صح نعانق خوك. صح والله كما نقول لك رضوان، المواطن البسيط المغربي والله غير أخي وعلى عيني وراسي. وأنا لا. وأنت لا. علاش خويا علاش؟ حتى تبرى من الجزائر من راسك عندك باش اخويا ما بداش تريح من الجزائر، تريح الجزائر من راسك عندك تمكنت تولي خويا.
شوف غادي نحبس نهار يولي الجزائري يقول لك حنا في الجزائر كنتعاملوا بالدينار، نهار تولي تطلع وتقول لي الدينار ديالنا ماشي الدرهم ديك الساعه نحبس. جايه في الطريق ان شاء الله بالرحمن الرحيم. تولي تقول لي كنتعاملوا بالدينار، باش كتعاملوا في الجزائر؟ والله غير جايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. باش كتعاملوا؟ باش كتعاملوا جايه الرحمن الرحيم غادي تشوف ما اكثر كاع ان شاء الله. تبارك الله عليك الحاج الجزائري حمر. تبارك الله عليك. انا ما فهمش الجزائري عنده اقوى عمله في افريقيا وكيطلع اليوم يقول لك انا كنتعامل كما قالت الاخت سوما بالنار، يدي نار. تخيل دابا الجزائري كيقول لي واش عندك شي دي نار؟